كما قال جاب الكلمه ديال الاخ عبد الملك، لان واحد المجموعه ديال اللي ما تخرجتش بها ديمقراطيه، وحنا دائما واحد الناس عندنا المبدا ديالنا هو الديمقراطيه. المهم على اي اختارنا النقابه العديده والشريفه، ولينا في حفله كنتمي لها الكونفدراليه الديمقراطيه الشرق، اخوان خذوا واحد المجموعه ديال المعارك، اعطينا اعتصامات لا قدام الولايه الان ولا قدام السريه الدرك الملكي ولا في العماله، باتوا تما. الاخوان ديال القياده الوطنيه باش عرفوا هذا الملف هذا، ولان راكم غتوصلوا بالملف، لان هذا الملف شويه غول، هذا كيتحكم فيه غول، وهذا الغول ما معروفش، لان علاش؟ لان الاخوان من 2014 عيطوا لهم الوزارات على مستوى المندوبيه النقل على مستوى العماله، قالوا لهم دابا ما خصكمش تبقاو تخدموا في العشوائي، دابا كاين واحد القرار ديال الرخصه، كاين الرخصه ديال نقل المستخدمين، رخصه نقل المدارس، ورخصه ديال نقل الوظائع، وانتم عندكم نقل المستخدمين، بمعنى خصكم تخدموا على واحد المجموعه ديال الشروط، منهم ديك السياره تكون واخد الموديل ديالها ما كيكونش خمس سنين، لا من ناحيه الصالون ديالها، لا من ناحيه عدد الركوب، هذوك الاخوان خدعوا جميع وكتبت عليهم واحد المجموعه ديال الكريديات، ومنهم حاليا كاين انها هذه تفلس. مع العلم دار شي كامل راه في البارك ديالك ومعطيها الخدمه اللي تعطات الغول اللي هو ما كيتسمى شي حاجه واش نقولوا حتى انا كنحضري هذا ما يقدرش ينزو بيه حتى الحيوان كاين طوبيس طوبيس مصبوغه بالبرج كما كنقولوا حنا والمدريكون المغرب باقي بالحد ممنوع عليها تمش تكون عند السير تما بدا تسوق في وسط المدينه ملي كنمشيو للعماله كاين كيتخبعوا لنا كيقولوا لك اودي حنايا هاد الناس هادو كيجيبوا لنا التلاميذ وكيجيبوا مع العلم حنا كنا كنعرفوا كاين جوج شركات كاين شركه اجنبيه ديال اوربيس وكاين واحد الشركه مغربيه اللي هنايا ما عندها لا رخصه نقل حضاري ولا حتى الورقه الرمضيه ما عندها شوف ما يقدروش يهضروا معاهم اخوان.